السلام عليكم. أهم آليات التسويق الاحترافي سواء كنت تعمل فيس تو فيس أو أونلاين. أول نقطة، احرص على الجودة. بمعنى أنت تعمل إعلان الآن ديزاين عن دورة تدريبية أو برنامج تعليمي، هذا البرنامج أونلاين أو أوفلاين، هذا الإعلان بروشور الإعلان لابد أن يكون بجودة عالية، صورتك التي توضع فيه تكون صورة بجودة عالية. أتعجب من البعض يأتي بصورة من 15-20 سنة ويضعها في الإعلان، هذا خطأ وهذا لا يجذب العملاء. ضع صورة حديثة وبجودة عالية. الخلفية التي توضع في الإعلان لابد تتواءم مع الإعلان، تعبر عن الإعلان. وهنا منهجان، مدرستان. مدرسة تقول الإعلان يكون شامل كل تفاصيل البرنامج، بحيث تكتب المحاور وتكتب التفاصيل والموعد والسعر وكل شيء. وهناك مدرسة أخرى تقول فقط ضع العناوين الرئيسية، headlines. وأنا شخصيا مع هذه المدرسة، يكفي أن تضع صورة معبرة وتضع صورتك، ثم تكتب عنوان الدورة باختصار وبخط واضح، وفي الأسفل بيكتب عنوان المؤسسة التي ترعى هذا البرنامج ووسائل التواصل إلى غير ذلك إذا كان في باركود، وكذلك اللوجوهات ممكن توضع تحت أو فوق باختصار شديد. طبعا مش أنت حضرتك اللي هتعمل الإعلان، إنما مصمم محترف professional designer هو اللي يعمل لك الإعلان. هتصرف على الإعلان وهتكلف نفسك في الإعلان، ولكن سيأتي بنتائج مذهلة إن شاء الله. طيب، الجودة، عندما نتكلم عن الجودة أيضا المحتوى، محتوى هذه الدورة، إن لابد يكون في احتياج لهذه الدورة، يعني مش تعمل دورة والسلام، لابد يكون في احتياج. سوق العمل كما ذكرنا في الفيديو السابق، كيف تزيد متابعيك سواء كنت تعمل أونلاين أو أوفلاين. طيب، بتعمل حضرتك فيديو، نفترض ان حضرتك الان بتعمل فيديو تعريفي او تسويقي لاي برنامج، المفترض ان يكون هذا الفيديو الخلفية تتواءم، خلفية مناسبة، بخلاف ما لو اتيت خلفية وراك ملابس، شباك مفتوح، حيطة غير واضحة ما فيهاش اي معالم. كل هذه الاشياء بتصرف المشاهد، وكما قلنا احنا الان في عصر يعني ازدحام الملهمين والشغوفين والمبدعين والمنتجين، فلابد أن تتميز. وجرب، إن لم تصدق كلامي جرب، اعمل مثلا فيديو في الفيسبوك خلفية، أي حاجة خلفية وراك ملهاش أي معنى أو ملهاش أي منظر جمالي أو خلفية مشوهة، وشوف كم شخص سيتابع، شوف كده كم فيو. وبعد ذلك اعمل فيديو آخر، ضع بقى الإعلان واللوجو بتاع الجامعة والمؤسسة اللي أنت بتعمل فيها والصورة المعبرة، شيء كده جميل وواضح ومعمول بصورة احترافية، وبعدين اعمل الفيديو وشوف النتيجة كام مشاهد. الأمور بتختلف تماما. طيب، عندنا كمان النقطة الثانية، اعمل مجموعات على الفيسبوك، على انستجرام، على التليجرام، على الواتساب. سهل جدا على الواتساب، مثلا بتيجي بتجد ثلاث نقاط بتضغط عليها بتعمل برودكاست. برودكاست ديت انت حضرتك بترسل الرسائل بتضيف الناس طبعا المهتمين، واللي انت حاسس ان هم لديهم رغبة بما تقدم، وبعدين بترسل الرسالة بتوصل ليهم كلهم في نفس الوقت، من غير ما يكونوا هم في مجموعة واحدة. في فرق انك تعمل جروب تحطهم كلهم في جروب واحد، او تعمل برودكاست وترسل الرسالة بتوصل لكل واحد على الخاص. ممكن تعمل كده وتعمل كده، انت بحسب يعني. اهم حاجة لا تحرج نفسك، لا تضيف شخص الى مجموعة جروب الا لما تستأذنهم، تقول لهم مثلا احنا بنعمل مجموعة عن كذا كذا كذا، ولو احببته هنضيفكم في هذه المجموعة. بخلاف البرودكاست ما يحتاج انك تستأذن، البرودكاست انت بترسل لهم على الخاص، اذا حد منهم اشتكى انت ممكن حتى في الرسالة تكتب من لا يحب ان ترسل اليه هذه الرسائل فليكتب واحد، او يكتب رفض، انت حضرتك ساعتها بتلغيه من المجموعة. إذا هو متأذي جدا بتحظره خلاص، طالما هو متأذي قال لك ما مش عايز منك أي رسائل تانية أو كذا، إذا كان أنت كنت بتشعر إن هو مهتم وتبين إن هو غير مهتم، هو مش عايز يسمع منك أي حاجة ويتواصل معك، خلاص
يا اما تحذفه او تحظره بحسب الايه، بحسب اسلوبه في التعامل معك. طيب عندنا كمان في نقطه مهمه جدا، ان حضرتك تعمل فيديوهات قصيره. اصنع فيديوهات قصيره تعرف البرنامج الذي تقدمه، وهذه الفيديوهات فيها الخلاصه، فيها الخلاصه، يكون الكلمات مشوقه والمحتوى مشوق، مش كلام ومشي الحال، لا بد يكون المحتوى مفيدا ومشوقا، ممكن كلمه واحده بس تجذب العميل وتخليه يتواصل معك. كذلك البوستات، لو انت بتعمل بوست في الفيسبوك او في تويتر او تليجرام او انستغرام ايا كان، يكون قصير وذو مغزى. في كمان نقطه في غايه الاهميه، احضر الفعاليات والمؤتمرات التي هي في نفس مجال تخصصك، لأنك بذلك ستتعرف على ناس في نفس الميدان، تستفيد منهم ويستفيدون منك، ويكون في عندك لينك بينك وبينهم، تاخد وسائل التواصل، تاخد الواتساب، تاخد كيف تتواصل معهم. هذه الأشياء مهمة جدا حتى تشبك العلاقات. كما قلنا، أهم شيء في زيادة المتابعين وإفادة المتابعين أن تكون ماهرا في السوفت سكيلز والكوميونيكيشن سكيلز، وسائل اللي هي مهارات التواصل الاجتماعي. أيضا قدم مجانا، قدم مجانا حتى تعرف ويستفيد منك الناس ويعرفوا قيمتك ومدى جودة ما تقدم ومدى إبداعك وإنتاجك الملهم المؤثر، وحينئذ من الممكن أن تفرض رسوما على البرامج التي تقدمها. وممكن تعمل برامج مجانية وبعض يعني بنسبة، ممكن مثلا 70% برامج مجانية و 30% مدفوعة، ممكن 90% مجانية و 10% مدفوعة. كلما زدت البرامج المجانية في بداياتك فهذا مهم جدا، لأن له أثر في أن تعرف والناس تتعرف على إنجازك وإبداعك، بعد كده ستصدقني الناس سيأتون إليك ويستفيدون منك. وبعدين يا طويل العمر والسلامة كما يقولون، يعني تذكر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، أريد أن يحب، دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس، ودلني على عمل إذا عملته أحبني الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله سبحانه وتعالى. فصدقني، هذه نصيحة مجرب خبير في هذا الميدان، لا تحرص على ما في جيوب الناس، ولكن احرص على إفادتهم، وصدقني بعد ذلك هم سيدفعون إليك، وعندما تقول لهم ادفعوا كذا سيغمضون أعينهم ويعطونك ما تريد إن شاء الله. عندنا احنا كده الآن قلنا تقريبا 5 أو 6 نقاط. نعم، آخر نقطة، استعمل استراتيجية التاءات الأربعة. هذه استراتيجية وضعتها، التاءات الأربعة: أولا التفكير، ثانيا التعبير، ثالثا التخطيط، رابعا التنفيذ. اولا انت بتفكر ثم تعبر، تفكر، فكر في الموضوع، ماذا ستقدم للناس، ماذا يفيد الناس، عبر، تكلم، لان عندما تعبر ستتسع الدائره وستجد من يفيدك في نفس الميدان او في التخصص الذي تتحدث فيه. ثم بعد ذلك تخطط، بتعمل خطه، بتكون خطه كما هو معلوم استراتيجيه سمارت، تكون يعني محدده الاهداف، واضحه، قابله للتنفيذ، لها موعد الى غير ذلك. وبعدين بتبدا انك تنفذ. حتة ان انت تفضل تخطط طول حياتك هذا خطأ، يعني التنفيذ ربع الموضوع. عندك التفكير، التعبير، التخطيط، التنفيذ. ممكن التخطيط يتقدم على التعبير، او التعبير يتقدم على التخطيط، بحسب من تخاطب. تحياتي وتقديري لكم، وصدقوني اذا عملتم بهذه الاستراتيجية او بهذه الآليات ان شاء الله سيكون هناك تأثير، بالإضافة للفيديو السابق الذي حدثتكم عن آليات، أو قلنا سميناه إيه الفيديو السابق، حلول عملية لزيادة متابعيك. نتواصل على الخير إن شاء الله. عش شغفك وتمتع. جامعة باشون العالمية بأمريكا، للتسجيل في الجامعة والاستفادة من برامجها usa.edu.ba، واتساب +1 720 68 30 952. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.